بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية وأكبر مدنها وثالث أكبر عاصمة عربية من حيث عدد السكان. تقع الرياض وسط شبه الجزيرة العربية في هضبة نجد على ارتفاع 600 متر فوق سطح البحر، وهي مقر إمارة منطقة الرياض حسب التقسيم الإداري للمناطق السعودية، ويسكن مدينة الرياض 7 مليون نسمة وفق إحصائيات تعداد السعودية عام 2022، وتعتبر العاصمة السعودية إحدى أسرع مدن العالم توسعاً. فخلال نصف قرن من نشأتها اتسعت مساحة المدينة الصغيرة إلى 1800 كيلومتر مربع حتى بلغت في وقتنا الحاضر 3115 كيلومتر مربع. واكتسبت الرياض أهمية تاريخية وسياسية وتجارية منذ أن كانت مدينة قديمة وعاصمة لإقليم اليمامة تسمى حجر، وبعد مرور أكثر من 90 عام على اختيارها كعاصمة للدولة السعودية الثالثة، كانت الرياض وما زالت مسرحاً للعديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث نالت لقب عاصمة الثقافة العربية في عام 2000 وعاصمة الإعلام العربي في عام 2019، واستضافت العديد من المؤتمرات والقمم المحلية والخليجية والعربية والعالمية. كانت آخرها قمة الرياض 2017 والقمة الخليجية 2018، وفي نوفمبر 2020 استضافت وترأست قمة الـ20، وفي ديسمبر 2022 استضافت الرياض القمة الخليجية الصينية للتعاون والتنمية. والرياض واجهة السعودية السياسية والاقتصادية، حيث تحتوي على مقرات المؤسسات السيادية في الدولة كمجلسي الوزراء والشورى، إضافة للوزارات والهيئات الحكومية والعسكرية، وهي عبارة عن مركز مالي حيوي يضم هيئة السوق المالية السعودية والسوق المالي السعودي ومقرات المصارف وشركات الاستثمار. ويقدر الناتج المحلي للرياض بـ60 مليار ريال سنويا، وتشكل المدينة ساحة عمل مفتوحة لعدد من المشاريع الكبرى القائمة في السعودية كمركز الملك عبدالله المالي ومشروع مترو الرياض، كما تعتبر وجهة يقصدها المواطنون والمقيمون للبحث عن الأعمال، ويتركز فيها 23% من قوة العمل في السعودية. ويقسم التخطيط الحضري مدينة الرياض إداريا إلى 16 بلدية تضم أكثر من 167 حي سكني، تديرها أمانة مدينة الرياض والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهي تملك مقومات سياحية وثقافية من المواقع التاريخية والمتاحف والمعالم الحضرية كبرجي الفيصلية والمملكة ومركز الملك عبد العزيز التاريخي والمتحف الوطني السعودي ومركز الملك فهد الثقافي ومكتبة الملك فهد الوطنية والجامع الكبير وقصر المصمك، إلى جانب أحد مواقع التراث العالمي المسجلة في اليونسكو حي طريف بالدرعية. وتقام في الرياض سنويا عدد من المهرجانات والأحداث الثقافية والترفيهية مثل المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية ومعرض الرياض الدولي للكتاب، وهي مقر التلفزيون الرسمي السعودي وتصدر منها صحيفتا الجزيرة والرياض، ومنها نشأ أشهر ناديين رياضيين لكرة القدم في السعودية الهلال والنصر.